تصدي حاسم من قبل أجهزة وزارة الداخلية لجرائم جلب والإتجار وتهريب المواد المخدرة أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية تسهم في حماية المجتمع من آثارها السلبية، فقد تمكنت خلال شهر من ضبط 4576 قضية. خلال هذه القضايا نجحت في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة. فقد تمكنت من ضبط أكثر من 299 كيلوغرام من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش تزن 1437 كيلوغرام، كما نجحت في ضبط أكثر من 370 كيلوغرام من مخدر الهيروين ونحو 39 كيلوغرام من مخدر الستروكس وقرابة 23 كيلوغرام من مخدر الآيس وكمية من مخدر الأفيون تزن أكثر من 15 كيلوغرام. الجهود الأمنية وفي مجال ضبط الأقراص المخدرة أسفرت عن ضبط قرابة 83 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية وأكثر من 38 ألف قرص مخدر من عقار الكبتاجون، كما تم ضبط أكثر من 30 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 163 مليون جنيه. وعلى صعيد التصدي لجرائم غسل الأموال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 قضايا في هذا المجال بإجمالي مبالغ مالية قرابة 107 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. هذه النتائج الإيجابية في مواجهة جرائم جلب والإتجار في المواد المخدرة تؤكد جاهزية واحترافية الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل مع هذه الجرائم بما يحمي الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.